على أنغام الأغاني والأناشيد الشعبية وبفرحة كبيرة ووسط مشاركة واسعة من الأهل والمكرمين والمكرمات، أقامت عائلة الكرد بغزة حفلا لتكريم طلابها الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة. جرت العادة أن عائلة الكردي كل عام تحتفل بأبنائها الخريجين في الثانوية العامة، وهذا الاحتفال هو استمرار لهذه العائدة الجميلة التي تقوم بها عائلة الكردي للاحتفال بأبنائهم الناجحين في الثانوية العامة. وهذا العام يختلف عن الأعوام السابقة أن هنالك رغبة لدى أبنائنا الناجحين في الثانوية العامة بالالتحاق في الجامعات الكردية في إقليم كردستان كنوع من بادرة التعاون بين الأكراد في قطاع غزة وجذورهم الكردية في كردستان. الحفل الذي أقامه آل الكردي حضره مثقفون ووجهاء من عائلة الكرد والعائلات الفلسطينية المتعددة، كما وشهد حضورا للمثقفين وممثلين لوزارة التربية والتعليم، ما يدلل على حجم وعمق العلاقات بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني. نبارك هذا النجاح، نجاح أبناء الكردي، نبارك لهم، نبارك للشعب الفلسطيني، ونشكر أخواننا في كردستان على هذا الاهتمام ومشاركتنا في هذه الفرحة، ونتمنى من أخوتنا في كردستان أن تفتح أبواب جامعاتها لأبنائنا الفلسطينيين كافة سواء في الضفة أو غزة، وخاصة أبناء الجالية الكردية في غزة و باقي أنحاء فلسطين. الناجحون والناجحات من آل الكردي عبروا عن فرحتهم باحتفال عائلتهم ذي الأصول الكردية بهم، معتبرين ذلك تحفيزا وتشجيعا لهم لمواصلة مسيرة العلم والالتحاق بالجامعات ليحققوا أمالهم وطموحاتهم. أنا الطالبة مرام الكردي، أشعر بالفخر أنه عائلة الكردي أقامت الحفل مناسبة تخرجنا بالثانوية العامة، وحابة أكمل مشواري التعليمي وأصير محامية إن شاء الله. سأكون سعيدة جدا بأن أكمل طموحي وتعليمي بإحدى جامعات كردستان إن شاء الله. وأنا حابة أكمل مشوار التعليمي في كردستان العراق، رغم أنه أجتني منحة على الجزائر، بس أنا نفسي أكمل تعليمي في كردستان العراق. يشار إلى أن عائلة الكردي لها حضور اجتماعي وثقافي وسياسي كبير داخل قطاع غزة وتفتخر بأصولها الكردية. يحتفي آل الكردي هنا بأبنائهم المتفوقين والمتفوقات في الثانوية العامة كلمسة وفاء منهم وتشجيع لهم حتى يكون لهم شأنهم داخل المجتمع الفلسطيني كجزء أصيل من مكوناته الأساسية. محمد سالم رودا، غزة، فلسطين.